السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر رومتك. ايه ده ايه؟ حد يعرفني ده ايه؟ سؤال اتسألته 50 مرة. طب اللي عارف ده ايه؟ طب بنستخدمه في ايه؟ طب هل ده ايه يعني؟ ده اسفنج يعني؟ ده ايه؟ ده اسم فوم، هو اسفنج. مش هقولك بقى مش عارف ايه، لا هو نوع من انواع الاسفنج، او يعتبر هو اصلا لو مسكته كده هو اسفنج. تمام، اول ما تشوف الحاجة دي هتقعد تسأل كذا سؤال: ده بيستخدم في ايه؟ ده بتشتريه منين وازاي والكام قطعه بكام والكلام ده كله، ويعني التفاصيل دي كلها هنتكلم فيها النهارده. وده اصلا بيستخدم في ايه؟ يعني انت البتاع ده انت اصلا شاريه ليه؟ اولا هو شكله حلو بدايه، يعني انت لو لحست كده المنظر احلى، المنظر احترافي اكتر، او ده بصراحه انا بظن كده، او بالنسبه لي انا كده انا حاسه احلى، مش عارف ليه بس انا حاسه احلى. ده اول حاجه. تاني حاجه، بيستخدم في تنقيه الاوضه او المكان اللي انت فيه من صدى الصوت. هل في فرق يا مصطفى لما لاحظت، او انت لاحظت فرق لما جبت البتاع ده وقبل ما تحط البتاع ده؟ ايوه كان في فرق، وكان معايا دليل قاطع للفرق بصوت من تسجيلات التليفون بالبتاع ده بالفوم ومن غير الفوم. كان في تسجيلات واضحه جدا بتوضح قوي 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 فرق الصوت، وانتوا عارفين فرق الصوت. لما انا سمعتكم لما كنت بعمل مراجعه للمايكل رود، سمعتكم صوت المايكل بويا، وناس كتير استغربت قالت ده صوت المايكل بويا؟ هل فعلا المايكل بويا بيطلع الجوده دي؟ قلت لكم ايوه، المايكل بويا بيطلع الجوده دي لما تكون الاوضه من غير صدى صوت، لما تكون الاوضه كده يعني واضحه قوي ان هي كده من غير اي حاجه، من غير اي حاجه مشتته. لان زي ما انتم عارفين يا جماعه، لما انت بتتكلم الصوت بيتحرك في جميع انحاء الاوضه، في الاوضه دي كلها، فبيرجع يرد في المايك، يرجع يرد مش عارف ايه، يرد في الحيطه، يرد هنا. اما لما بيرد في الحيطه دي فبيروح عند الفوم فبيتشفط، لما يرد في الحيطه دي يروح عند الفوم اللي هنا فبيتشفط، يرد هنا بيروح على الفوم اللي هنا فبيتشفط، يروح هنا يروح على الفوم اللي هنا فبيتشفط. مع ان اهم حاجه الفوم اللي في السقف، لان السقف من اهم الحاجات اللي المفروض احط فيها عازل للصوت. يبقى الفوم ده يا جماعه هو عازل للصوت، بتشتريه من اي موقع من المواقع اللي ممكن تتخيلها، اي موقع في الدنيا موجود فيه فوم، زي جوميا، زي السوق، زي امازون، اي حاجه. انواع الفوم ايه بقى يا جدعان؟ عشان الناس اللي عايز تسال برده في الحته دي، انواع الفوم هو عباره عن الفوم ده اللي انتم شايفينه ده الصغير، او بيبقى عباره عن قطع كده صغيره مش عارف كام سنتي في كام سنتي. تاني حاجه عندك نوع الفوم الكبير اللي انت شايفه قدامك ده، كبير كده شويه، ده بيتحط برده في الاستوديوهات اللي شبه كده، او بيتحط بقى فين في استخدامه الصح بقى؟ في محطات الراديو بيستخدموا الفوم ده كتير جدا، بحيث ان هو بينقي الصوت، لانك تبقى لايف طول الوقت فانت محتاج الصوت ما يبقاش في اي مشاكل، يعني اكيد انت في راديو يعني. تمام، فبيبقى محطات الراديو، تسجيل الاغاني، التسجيلات عموما في الاوفر، الناس اللي بتقعد تتكلم وفي حاجات بتطلع قدامها كده، مثلا في فيديو انت بتتكلم على الفيديو والتعليق الصوتي، الحاجات دي كلها بيستخدموا الفوم. الحلو في الفوم هو حاجه ان هو مش غالي قوي، هو مش غالي قوي، ولكن الفكره ان انت هتحتاج منه كتير. تمن اللي انا جبته ده، عشان برضو الناس اللي عايز تعرف، هقول لك بالدولار واقول لك بالمصري. بالمصري انا اشتريت ال 16 قطعه، ال 16 قطعه ب 500 جنيه ده بالمصري، 16 قطعه ب 500 جنيه تمام، من على موقع مش لازم نقول اسم الموقع، بس المهم يعني من موقع اللي احنا بنشتري منها عندنا في مصر. تاني حاجه، بالدولار 35 دولار في الحدود دي، هتلاقيه ب 35 دولار ال 16 قطعه. طبعا ممكن تلاقي عروض احسن من كده بكتير قوي في امازون، احنا عندنا 16 قطعه ب 500 جنيه او ب 35 دولار، انت ممكن تلاقي في امازون مثلا ال 20 قطعه ل 25 قطعه باتمان اقل، ان احنا عندنا طبعا الاسعار تختلف يعني. تمام، نفسي فعلا اوضح لك فرق الصوت ده واوريك حاجه. انا ممكن اشغل لك فيديو من الفيديوهات القديمه اللي فيها صوت المايك او صوت البويا عامل ازاي، واشغل لك الصوت الثاني، يعني احاول اشوف لك حاجه زي كده في المونتاج وكده، ولكن لو ما لقيتش فعلا فاعذرني، ان ببقى بشغل باك جراوند ميوزك في معظم الفيديوهات، ف بيبقى يعني مش هتبقى تلاحظ الفرق ده قوي. تمام، طيب الحاجه دي هي ان انا شخص مش بحب السوشيال ميديا، انا ما بحبش الفيسبوك، ما بحبش الانستجرام، ما بحبش تويتر، ما بحبش الحاجات دي خالص. يعني الناس اللي تعرفني كويس تلاقيني مثلا 24 ساعه قاعد على الواتس، الواتس ده بالنسبه لي حياتي كلها موجوده على الواتس، ما بعملش اي حاجه غير الواتساب طول اليوم. فبالتالي انا ما بحبش السوشيال ميديا، الناس اللي على الفيسبوك حتى برد عليهم، اللي هم على صفحه الفيسبوك برد على معظم الناس، ولكن انا ما بفتحش فيسبوك، ما بفتحش اكونتي الفيسبوك نفسه. احسن صوت للبويا ام 1، الصوت الابويا ام 1 اللي بيتسجل من بورت محترم، بيتسجل من اوضه ما فيهاش نويز كتير او ما فيهاش صدى صوت كتير، بيتسجل من حاجات كتير كويسه، فيعتبر ان ده يعني احسن صوت ممكن تطلعه من مايك البويا ام 1. وبس كده يا جدعان، دي كانت حلقه النهارده. الناس اللي كانت بتسال عن الفوم، انت جايبه منين، عملته ازاي، مش عارف ايه. نيجي للحاجه الاخيره برده قبل الحلقه دي عشان هي تعبتني جدا، لزق الفوم. الفوم بيتلزق يا جماعه بلزق دبل فيس
اسألوا على اللزق دبل فيس ده موجود جدا، لكن اشتري احسن نوع، اشتري احسن نوع من الدبل فيس، لان النوع اللي انا لازقه بيه ده هو انا اشتريته لزقته حاليا بالغراء البيضاء او الغراء الابيض على حسب اللغه يعني. المهم بتاع كده لونها ابيض بتتلزق على الحيطه وبتلزق عليها اي حاجه، او النوع الاسفنج يعني بتلزق عليها وبتلزق عامه. ولكن جربت اكتر من نوع لزق ما تلزقش خالص. الدبل فيس اللي كان عندنا في مصر او المتداول عندنا ما بيلزقوش خالص، تمام؟ فيا اما تجيب دبل فيس محترم بيبقى تخين شويه برضه هتلاقي صورته قدامك، او تجيب الغراء الابيض او الغراء البيضاء دي تلاقيها موجوده في كل حته، اللي هي بتلزق عامه برضه بتلزق ورق الحائط، تمام؟ موجوده جدا ورق الحائط الكبير ده بيتلزق بالغراء البيضاء دي. فيعني ده اللي لزقه، جربت كذا نوع وكذا لزق ما فيش حاجه رديئه تلزق، فهو ده اللي لزقه، تمام؟ بس كده. اتمنى ان شاء الله الحلقه دي تكون عجبتكم، واتمنى انها تكون مفيده للناس، ويا ريت لو حسيت الحلقه دي مفيده اعمل لها لايك عشان توصل لناس تانية. واتمنى اكون يعني افدتك فعلا النهارده وفهمتك معنى الفوم والفوم ده بيستخدم في ايه. فان شاء الله تكون الحلقه عجبتك. فمره تانية بقول لك انك تعمل لايك، بدعوك انك تشترك في القناه عشان نوصل 40000 مشترك، فاحنا ناقصين بس 4000، وشكرا جدا ل 36000 اللي عندنا، فناقصنا 4000 مشترك عايزين نوصل 40000 فقبل نهايه الشهر ده، عايزين نوصل 40000 قبل نهايه الشهر ده، فاحنا ممكن نعملها بسهوله ان شاء الله. بس كل اللي عليك انك تعمل اشتراك في القناه، شير الفيديو ده ممكن يوصل ناس تانية، وكده برضو انك تكون بتدعمني. فبس كده، شكرا جدا ليك عشان شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.